السلام عليكم، فادي بكام من تنسايتيونينج. اليوم درج ان الشباب بعد ما يغيروا كمبيوترات سيارات ستاند الون مثلا موتيك او لينك او اي نوع ثاني انه يحاول يركب شاشه، والموديل الجديد انه صاروا يستبدلوا الكلستر الاصلي بالكامل بشاشه مثلا منها C112 او C127 او حتى C125. لكن في تحديات بتواجه لما انت تفك الكومبينيشن ميتر او الكلستر الاصلي، بانه في بعض السيستمز راح تتوقف عن العمل، فلازم عمليه الويرنج تبع الشاشه الاصليه تحفظ الفانكشنز اللي هي مثلا معانا اليوم متسوبيشي ايفو CT9A اللي هم الايفو 789. في هذه الحاله مثلا في حاله الايفو عندك الاكتيف سنتر ديفرنشال والانديكيتر تبعونه، عندك الاي بي اس سيستم لازم يضل شغال، عندك الاس ار اس اللي هو الاير باكس، عندك الفيول جيج، وعندك سيجنالز اللي هم اللايتنج الانديكيترز يمين يسار، عندك الدور اوبن، الهاند بريك، وارنينجز. كل هذه الامور لازم في حاله توصيل الشاشه انك تحافظ على هذه الفانكشنز. فاحنا اليوم احنا رتبنا هارنس اللي هي بلاج اند بلاي هارنس. ايش يعني بلاج اند بلاي؟ انت لما بتفك الكومبينيشن ميتر الاصلي وبيطلع بتحصل الضفير الاصلي فيها اثنين كونكترز هم اللي مش شابكين الكومبينيشن ميتر الاصلي. الضفيره اللي احنا حضرناها هي بكل بساطه انت لما تفك الكومبينيشن ميتر بتركب على نفس وتصير جاهز، وما بتعمل اي تعديل على ضفير السياره الاصليه. والجهه الثانيه هي بتركب دايركت على شاشه الموتيك، فعبارة عن كليكين على الضفيرة الأصلية وكليك على الموتك وانت جاهز. هذه طبعا الضفيرة نفسها بتصلح مع الـ C1212 والـ C127 والـ C125 نفس الوايرين. طبعا الشاشة بحاجة لـ configuration file اللي هو file software. إذا انت طلبت الشاشة من عنا بتكون already preloaded الـ configurations انك تركب وتشغل وتكون كل السيجنالز اللي حكينا عليها شغالة. المطلوب منك تشبك على ستاند الون كمبيوتر ثلاث وايرات اللي هم خط الكان هاي كان لو عشان تاخذ الاديشنال انفورميشن من الاي سي يو، هم سلكين كان هاي كان لو، وسلك واحد اللي هو الفيول جيج اللي احنا بنفضل نشبكه على ستاند الون. ممكن ان نشغله على الشاشة بس انا بفضل اشبكه دائما على الكمبيوتر واعمل كاليبريشن للفيول جيج. طبعا كاليبريشن الفيول جيج احنا اوريدي عاملينه وي ويل بروفايد ات مع الهارنس. شكرا. ايفو 8 ايفو 9 بلاج اند بلاي C1212 هارنس. طبعا اول ما شغلنا شفنا ضوء الاي بي اس اشتغل تيست وبعدين طفى، معناته السيستم ما في ايرور. واول ما شغلنا كان الاس ار اس بيشتغل لمدة 7 ثواني بعدين بيطفي مثل الوكالة. الحين الإشارات سيجنال غماز يسار غماز يمين، اللايت طبعا ببين انديكيتر للفيرست لايت، وبصير في ديمينج للشاشة. طبعا الهاي بيم، الهاي بيم برضو له مؤشر، والاي سي دي تارماك جرافل وسنو شغالين كمان، بس هاي السياره ما فيها نان اي سي دي. ايفو 8 بنعمل عليها تيست. الهاند بريك طبعا هيك مرفوع هيك نازل، والبطاريه شغاله طبعا على الفولتج. لما يصير الفولتج فوق 12.2 بيروح ضوء البطاريه طبعا بعد الاشتغال. وهذه تقريبا الباب، علامه الباب كمان موجوده لما بيفتح اي باب. على الحين باب مفتوح، شايف سكروا كل الابواب. اذا بتفتح اي باب بينور علامة الدور. وهيك الهارنس كامل تستد، السيارة يشتغل تماما. هاند بريك، الهازر طبعا بيشغل، الهازر لايتس بيشتغل علامتين، هاي بيم لو بيم. طبعا
طبعا هلا بنفحص الشاشه بدنا نحاول نفتح الايرور في الاس ار اس موديول بانه بدنا نفك فيشه واحد من السنسر نشوف انه شغال. الان هو الاس ار اس ما في ايرورز, فك الفيش صار في اس ار اس ايرور, سو الاس ار اس شغال لايتنج تمام.